السلام عليكم الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اللي بزاف ديال الناس سولوني عليه، بزاف الناس اللي كيقلبوا على الكرة في ألمانيا سواء من خارج ألمانيا أو من داخل ألمانيا، وسولوني بزاف ديال الناس كيفاش نقلبوا على الكرة، الطريقة اللي نقدروا نلقاو بها الكرة، بخصوص الناس اللي باغيين يديروا أوسبيلدونغ كيكونوا من المغرب ولا من أي بلد آخر، وكيبغيو يلقاو الديور ولا يلقاو فيجي ولا يلقاو شقة ولا أي حاجة اللي يلقاوها، اللي داكشي اللي باغيين يكريو هما كيبغيو يقلبوا عليه في الانترنت ويعرفوه ويشوفوا شحال الأثمنة دايرين، وشنو هي المدينة اللي رخيص فيها الكرا، شنو هي المدينة اللي غالي فيها الكرا إلى آخره. المهم في هذا الفيديو هذا وريتكم، هذا كنت واحد المرة هدرت عليه في واحد اللايف، هاد ايموفيلت كونغ دي اي، هذا هو واحد السيت اللي زوين بزاف اللي كتقلب فيه على الكرا في المانيا كامله، في اي مدينه كما كتشوفوا هنا، هادشي كامل بالمانيا مكتوب. الناس اللي كيقراو الالمانيه ولا عندهم بيانس ولا دايره غيفهموا شي حوايج، الناس اللي ما فاهمينش ها غنشرح لكم كل شيء. المهم هاد كاين بزاف ديال لي سيت، ما كاينش غير هذا، كاين هاد ايمو فيلت بونك تي اي، كاين ايمو سكاونت 24 بونك تي اي بحال هكا. المهم انا كاملين هادوك اللي ما غنوريهمش لكم، انا غنوريكم غير هذا مزيان كيو، يعطيكم بزاف ديال لي ريزولتا فاش كتقلب، كيعطيك بزاف ديال لي ريزولتا. و لي سيت الاخرين غنحطهم لكم تحت الفيديو، غتلقاهم كاملين تحت الفيديو، تكليكو على اللين ويدخلوا السيت، وتقريبا راه نفس الطريقه ديال التقليب. المهم كما كتشوفوا هنايا، هنا فازو خنزي، يعني علاش كتقلبوا هنا فونونغ، كتشوف هنا اول حاجه كتعطيو شنو بغيتو، فونونغ يعني شقه ولا دار ولا فون اوف سايز، زعما غير واحد المدة قليلة. هنا فون جيماينشافت، المهم الناس اللي غيجوا لألمانيا إما بتكوين مهني ولا الناس اللي عايشين في ألمانيا، فالحاجة اللي يكونوا أكثرية الناس كيقلبوا عليها هي فونونغ شقة ولا فون جيماينشافت. فون جيماينشافت هو الفيجي، الفيجي هو كيكون عندك بحال حنا كنقولوا بيت مع الجيران بحال هكا، كيكون عندك شقة كيكون فيها تقريبا 3 ديال البيوت ولا 2 ديال البيوت، بيوت ديال النعاس، كيكون عندك بيت ديالك بالسالو ديالو، هذاك بيت خاص ديالك كتسدو صافي بيسك، والكوزينه والحمام كيكون مشروك مع ناس اخرين على حساب الشقه شحال كبيره. كاين الشقه اللي كتلقى فيها جوج بيوت، كاين الشقه اللي كتلقى فيها ثلاثه بيوت، كاين اللي تلقى فيها اربعه بيوت، على حساب كل شقه وشنو فيها. المهم هذا الفيجي كيكون عندك بيت ديالك بوحدك، وكتكون الكوزينه والحمام كيكونوا مشروكين، يا يعني اما مع شخص واحد اخر الا كانت الشقه فيها غير جوج بيوت ديال النعاس، كيكون شخص واحد، كانت فيها ثلاثه البيوت راه كيكونوا ثلاثه الناس، اكثريه كيكونوا غير جوج ولا ثلاثه. المهم هذا هو الفيجي، هنا كيبقى داكشي كاغاج ولا شي حاجه بحال هكا فهمتي، ولا هاوس ولا هادي. هنا ميتن يعني الكرا، واش هادي هنا كاوفن الشرا، هنا باون زعما اللي كنتي باغي تبنيو هادي. المهم هذا الشيء هو اللي كيهمنا حنا، هو هاد البلاصه هادي ديال الميتن ديال الكراء، واللي هنا كتدير يا اما بغيتي شقه ولا بغيتي فيجي. هو هاد الفونغ مانشاف هو الرقم الرابع، كدير الفونغ مانشاف هنا، كتجي كدير تسيما كروس، يعني شحال بغيتي يكون هنا. الا كنتي فونغ مانشاف راه كيعطيك تسيما، لكن الا درتي فونونغ، الا درتي فونونغ يعني شقه، راه كيعطيك فون فلاشة، يعني شحال بغيتي في الشقة يكون فيها، واش 40 متر كاري 50 متر كاري، كيما كتشوفو كتبدا من 40 متر كاري، ولكن كاين اللي كتكون قل، كاين اللي كيكونو 30، كاين بعض المرات كتلقى حتى 25 ولا شي حاجة بحال هكا. المهم هنا كتعطي المتر كاري شحال بغيتي، هاد الشقة شحال بغيتيها تكون كبيرة على حساب كل واحد والاستطاعة ديالو. هنا شحال بغيتي السيما، شحال فيها من بيت، واش فيها بيت واحد، فيها جوج بيوت، فيها ثلاثة، فيها أربعة، فيها خمسة إلى آخره. هنا راه غير بيوت ديال النعاس ولا كما كنقولوا الصالون، الا كان فيها بيت واحد بحال الشقه فيها بيت واحد، راه فيها غير بيت والحمام والكوزينه، هادشي يكون فيها، ولا جوج بيوت راه كيكونوا جوج بيوت، راه هي هذيك. المهم هنا كما كتشوفوا الفون فلاشة، هنا المساحه ديالها، هنا شحال من بيت، هذه في الشقه، والميت برايس يعني شحال الثمن ديال الكرا، حتى ل 300 اورو، حتى 400 اورو، حتى 500 اورو، حتى 600 اورو، وهي غاليه. هنا الا درتي، الا اختاريتو الفونغ ما شفت لي قلت لكم هو الفيجي اللي يكون عندك غير بيت كتكري بيت، واللي كتكري بيت، والكوزينه والحمام راه كيكونوا مشروكين، هنا كيعطيك سوا الميت برايس يعني الثمن ديال الكرا شحال بغيتي، حتى 100 اورو، حتى 150، حتى 200 الى اخره، ولا تقدر تعطي من الى، لما بغيتيش تعطي بحال دابا غير
ما بغيتيش تعطي بحال من حتى ل 250، تقدر تكتب من 100 حتى ل 250، ولا من 300 حتى ل 500، ولا شي رقم اللي ما يكونش هنا، ولا شي حاجه بحال هكا. المهم حنا غنديرو فونونغ، دابا ندير واحد الطريقه نشوف فونونغ هنا. فوزوخنزي يعني البلاصه، يا اما كتعطيه العنوان البريدي او لا كتعطيه السميه ديال المدينه. بحال دابا حنا نديرو فرانكفورت، ها هي فرانكفورت ام ماين. هنا فونونغ ها هو عطاك هاد التخيفه، هو شحال ديال النتائج اللي لقى، زعما لي ريزولتا اللي لقى 358. هنا ما عطيناه لا ميت برايس، ما عطيتيه لا شحال كبيره، لا شحال فيها من بيت، لا شحال الثمن، لا والو. هنا كيعطيك داكشي كامل، هو جامع كلشي. الا جيتي هنا واختاريتي بحال دابا درتي، نديرو حنا فيكي، ودير فيكي، هما كاينين 41 اللي كاينين. بالنسبه للثمن، الا درنا الثمن حتى 300 ما كاين والو. فيكي 300، الا درتي الثمن حتى 500 يعطيك 11. في المدينه راه كنقول لكم ديما، في مدينه كبيره راه كيكون الثمن غالي، بحال بغيت تخرج شويه على فرانكفورت غتلقى رخيص. المهم حنا نشوف دابا ال 500 ونشوف الفيجي. ها هو هنا ملي كتدخل الفيجي، بحال الناس اللي غيديروا اللي غيقلبوا على فيجي بيس، هاد الدغايه هنا كتلقى دغايه يعني ثلاثة او اير ولا جوج او اير، هذه كتعني انه هاد الفيجي يعني راه ثلاثة ديال الناس فيه، يعني هاد الشقة اللي انت غتكري فيها فيها ثلاثة ديال الناس، زعما انت تكون هو الثالث ديال الشقه ديال ثلاثه الناس. يعني هاد الشقه هادي كنفهموا من هاد لانونس الاولى، كتفهم لنا ان هاد الشقه هادي فيها ثلاثه ديال البيوت، وغيكونوا معاك جوج ديال الناس اخرين. هنا ها هو كيعطيك الثمن ديالو، 20 متر، كاين 20 متر وكاين 40 متر. 40 متر كتكون كتخلص واحد الثمن، وعاد كيجي عليك كيجي داك الثمن ديال الماء، ديال بزاف ديال الحوايج اللي كيتزادوا على حساب الشقه فين جات، البلاصه فين جات، هو الشقه ولا فيكي ولا هادي. بعض المرات كتزاد 100 اورو، بعض المرات 200 اورو، على حساب كل مره وشنو. بعض المرات 50 اورو، 80 اورو. هنا ملي كتلقى 20 متر راه كيكون كلشي، كتكون انت كتعرف غير تخلص هاد 348 اورو في الشهر وصافي. بعض المرات كيكونوا مدخلين فيها تادو، كاين بعض المرات شي بلايص اللي كيقولك تادو داخل فيها. في بعض الخطرات اكثريه الفيجي اكثريه كيكون الضو تا هو داخل، كتكون تخلص هاد الثمن ديالك وصافي. بعض المرات كيكون الضو كيخلصوا دوك ثلاثه الناس كاملين اللي في الفيجي، وكتكون كتجيك واحد 30 اورو في الشهر ولا 20 اورو، ولا على حساب الاستهلاك اللي كتستهلكو نتوما. هنا في خاي اب، هنا سيما كروس شحال البيت ديالك، شحال غيكون كبير، فيه 17 متر كاري. هنا في خاي اب زعما امتى يمكن، امتى غيكون خاوي هاد المحل هذا، امتى غيكون خاوي. الا لقيتي اب زوفوت يعني راه من دابا، من دابا راه خاوي المحل. الا كنتي بحال في المانيا ولا هادي، راه في البلاصه تسكن، في نهار تمشي تشوفو، الا عجبك دير كونترا من نهارك تسكن. هنا كما كتشوف لانونس الثانيه فيها 1/11/2019، يعني سير 1/11/2019 عادي يكون خاوي. دابا الناس غير عندهم كونترا ديال عام ولا شنو، في هاد لاطات هادي غيخرجو غيكون خاوي. بحال الناس اللي بغاو يديرو اوس بيلدونغ وهادي، وعاد غيجيو فهمتي، كيشوفو من الاحسن يشوفو هادو اللي كيكون في خاي اب، يعني غيكون متاح حتى لهاد التاريخ هذا، باش كتشوف انت النهار اللي غتكون غتجي لالمانيا وهادي، وكتشوف شنو غيكون واجد في ديك الساعه. اما اللي غيكون بحال من دابا خاوي، وانت غتجي حتى لواحد شهرين ولا شهر ولا 3 شهور، ف ممكن انهم داك في داك الشهرين يكون تسكرا واحد اخر. هنا كما كتشوفوا دغيا فيكي في نو فيو ستودنت، يعني فقط للطلبه، كاين هما قليل اللي كيقولوا غير للطلبه، قليل بزاف، اكثريه كيكون عادي، كيكون صافي، كيكون فيكي تسكن فيه، ما سوقهمش وما نزوج طالب ولا خدام ولا شنو. هنا دابا كاتبين نو فيو ستودنت، يعني غير للطلبه بوحدهم. الا قالك نو فيو ستودنت يعني راه خصك تجيب لي واحد الورقه بانك راك انت طالب، ولا كتقرا في بانك كتقرا زعما في الجامعه، ولا الناس يلا كيكونوا يلا كيجيو كيكونوا دايرين دروس اللغه، داكشي اللي كيدير. هنا ملي كتدخل لانونس كتلقى التصاور، وفي الفيجي اكثر هي كتكون الكوزينه كتكون مجهزه في غالب الاحيان، كتلقى زعما الماء يعني وداكشي، اما داكشي ديال اما الفورنو وهادي والثلاجه دوك راه كيكونوا ديما. هذه هي دابا التسيمه، هو هذا البيت ديالك انت كت وفي بعض الاحيان، في بعض الاحيان فيجي كتلقى فيه تنموس، هي كتلقى فيه كتلقى مأتس ماشي ديما، ولكن في بعض الاحيان
كتلقى اكثريه الاحيان كتلقاه فيه الاتا ديالو، زعما فيه ناموسيه، فيه شي لعيبات بحال هكا، فيه الطبله ديال البيسي ولا شنو تحط عليها شي لعيبه بحال هكا، اغلب الاحيان كتلقاه بحال هكا. دابا هذه الكوزينه كما كتشوفوا هي الكوزينه وداك الشيء، مصورين غير الكوزينه والبيت ديالك، لان هذا بيت كيكون ديالك انت، هذه الكوزينه كتكون ديال كلشي، وكتكون الحمام سوا الطواليت كيكون سوا فيه، كيكون مشتركين فيه الناس. هذا الثمن ديالو كما قلنا 348 اورو، هذا 397 كما كتلاحظوا راه كيعطيكم من الفوق تقدر دير ديك اللعبه ديال زوتيان. هي زوتيان ناخ هيك سبرايز، هيك سبرايز زعما الثمن اللي يكون كبير هو اللي يكون الاول، ولا غينغ سبرايز يعني الثمن لي رخيص هو اللي يكون الفوق، ولا اكتواليست انجي بوت زعما لي زانونس اللي جداد زعما داك اللي تحطوا جداد هما الاخرين. حسب البرات الا درتي بحال دابا البرايز يكون الثمن يكون اقل، يكون تصاعدي زعما من القليل للكثير، بعض المرات تقدر تلقى بزاف اللي يكونوا تحطوا شحال هذه، فهمتي، يكونوا تحطوا شحال هذه قدام ويقدروا يكونوا تكرا. الا درتي هاد اكتواليست يعني اللي جداد تقدر تلقى يلا البارح سحب، يلا والبارح وهي غدا. وحاجه اخرى اللي بغيت نوريكم هي هنا بحال ملي كتعطي المدينه ها هو هنا كيعطيك كاين اوم خايز، يعني هاد الام خايز هادي ما تخليش كاين، تقدر تعطي حتى 15 كيلومتر ولا 20 كيلومتر، يعني 20 كيلومتر خارج على فرانكفورت بحال باي مدينه نتوما غتبقاو، المدينه اللي غديروا فيها ديروا فيها زعما تقراو فيها ولا ديروا فيها تكوين ولا نتوما ساكنين فيها ولا هادي، وتعطي 20 كيلومتر ولا 15 كيلومتر على حساب، حيت الا خرجتي على المدينه بحال دابا عطينا فرانكفورت ام ماين، فرانكفورت راه فيها فيها الكرا غالي شويه على المدن اللي خارجين عليها، بحال الا خرجتي على فرانكفورت يكون غير تران واحد يكون كيديك ولا طوبيس ولا هادي يكون كيديك البلاصه اللي تخرج على فرانكفورت زعما، وكيكون الثمن ناقص بحال ما نعطيو حنا خارجين 20 كيلومتر على فرانكفورت. عطانا 17 قبيله كانوا 11 زادوا 6، هذا سوا فرانكفورت، هذا 450، هذا 440 فرانكفورت هو. ولكن الفيجي كيكون اكثريه كيكون غير في المدن الكبار، المدن الصغار كتلقى فيهم قليل، الفيجي كتلقاه قليل، كتلقى اكثريه بردماس. هنا قلتك فرانكفورت ام ماين وجميع زعما الاحياء الكبيره فيها، فهمتوا زعما كذا زعما احياء تبغي دير انت ديك الساعه اللي بغيتي. نشوفو مدينه اخرى نديروها ناو، فونغ مانشافت تما حوالي هادي مدينه صغيره شويه ما فيهاش الفونغ مانشافت، نديرو فونونغ فيها 19. وزين الا درتي الا خرجتي بحال على هانا وواحد 20 كيلومتر ولا هادي راه كيعطيك ثاني كسر، ها ولات 426. فاش درنا لاحظتوا معايا هي هنا ما كاينش غير في هانا وبوحدها مدينه صغيره هادي بوحدها فيها 19 اللي لقينا، 19 الشقه اللي لقينا ملي خرجنا عليها ب 20 كيلومتر ولات 426، يعني ضروري خصكم ديما تبقاو تعطيو هاد الكيلومتر تكون خارج على المدينه بواحد 20 20 كيلومتر ولا 15 ولا 10 ولا هادي كتلقى بزاف. هنا فهنا فهنا واخا مدينة صغيرة فيها الكرا غالي شوية، هاي هنا هاي فهنا وكاع ما عطاونا فيجي، ولكن ملي درنا تسيمة عطاتنا هاي تسيمة اللي صغيرة ورخيصة، فين هي هيا عطاونا تسيمة وحدة بيت واحد يعني 190 أورو، شو هيا عطاكم بيت واحد
190 اورو هما بين كوست اللي قلت لكم، بعد ما راس كتزاد هي 70، يعني الكرا غيكون 260 اورو. هذا كالت ميتا هيكم مكتوب هنا كالت ميتا نيبن كوست. كاين اللي كيحطوا فام ميتا، نيشان كيحطوا لك فام ميتا وكتشوف نيشان شحال غتخلص الشهر ديالك. المهم انا عطيتكم غير مثال دابا بهاد المدن هادو، كل واحد كيشوف المدينة فين بغا يسكن. وهادي هانا وما فيهاش قاع، هانا وما فيهاش، ما فيهاش قاع الفونجا مانشافت، ما فيهاش زعما قاع الفيجي، فيها غير يا اما شقة. وهادي اكثرية كما قلت لكم المدن الكبار هما اللي كيكون فيهم فيجي، اللي كيكونوا فيهم اكثرية طلبة، اللي كيكون فيهم طلبة هما الاكثرية كيكون فيهم فيجي، يكون فيهم بزاف. اما الاخرين كيكون فيهم قليل، المدن الاخرين كيكون فيهم قليل ولا كيكونوا قلال وكاملين مكريين، داكشي علاش ما كيعطيك والو هنا. المهم دابا كما لاحظتوا معايا هذه هي الطريقه ديال البحث، يا اما على شقه او لا على فيجي، ولا نتوما الحاجه اللي تكونوا تقلبوا عليها هي هذه. وهنا كتعطيو المدينه، وكما قلنا كتشوف الثمن اللي بغيتي، شحال المساحه، شحال من بيت الا كانت شقه، الا كان فيجي راه كيعطوك شحال بغيتي، كل شحال كبير المساحة ديالو شحال كبيرة وصافي. ممكن نتمنى تستافدوا من هذا الفيديو الإخوان، ونتلاقاو فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.